السلام عليكم. ما حقيقة التسريبات الإعلامية اللي تتحدث عن اجتماعات سرية يقوم بها بعض الشخصيات السياسية والعشائرية في المناطق الغربية تحضر للانفصال عن العراق أو الشروع بإجراءات الإقليم السني كما يطلق عليه؟ تشير المعلومات المتواردة أنه بعض شيوخ العشائر وبعض الشخصيات السياسية تحاول إعادة سيناريو قديم جديد يتعلق بانفصال الأنبار أو لإقامة إقليم المناطق الغربية يبدأ من الأنبار. هذا الموضوع اللي أثير مجددا يتزامن مع العقدة الأكبر في العراق اللي تتمثل في محاولة إخراج القوات الأجنبية ورفض سياسي من المكون الكردي والسني لهذا التوجه. هذا الموضوع اللي يعاد بين فترة وأخرى تمتد بداياته إلى ما قبل ما يطلق عليها ساحات الاعتصامات وما بعدها، ثم أعيد طرحها مرات عديدة آخرها بعد عزل الحلبوسي من منصب رئيس البرلمان. فهل هناك تحرك حقيقي فعلي يجري الآن؟ وهل هو انفصال أم إقليم؟ وإذا كان الأمر فعلا موجود فهل هو تحرك سياسي من الداخل العراقي أم يحمل بصمات دول أخرى كما يتهم بعض المحللين؟ وما علاقة هذه الإثارات بالتحرك الحكومي والبرلماني لحسم ملف وجود القوات الأجنبية في العراق؟ أما إذا لم يكن الموضوع يملك للموضوع حقيقة على الأرض، فلماذا يروج له في هذه الفترة الحساسة؟ ومن يقف وراء ذلك؟ وما الهدف منه؟ من جديد احييكم مشاهدينا الكرام واحيي ضيوفي السيد عبد الله الجغيفي عضو تحالف الانبار هويتنا والسيد ازهر الدليمي الجميلي السياسي المستقل. حياكم الله ضيوف الاكارم، اهلا وسهلا بك. حياك الله شيخ عبد الله. حياكم الله، اهلا وسهلا. حياك الله شيخ عبد الله، تسمعني؟ الو، تسمعني استاذ؟ الصوت ما واصلني. شيخ عبد الله الان تسمعني؟ أسمعك أستاذ. حياك الله. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. شنو قصة أكو يعني تسريبات إعلامية تتحدث عن أنه مجموعة من شيوخ العشائر، مجموعة من الأشخاص قاعد يحضرون لانفصال الأنبار، قسم يقولون لا لإقليم الأنبار، أكو حقيقة لهذا الموضوع لو لا؟ أستاذ التحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين قناة الأيام، أشكركم على استضافتكم. حقيقة وأكاد أكون يعني منصف أنه أكو خلف الستار أشياء لا نعلمها لا نرى، لكن بالشكل العام هناك تجار لهذه القضية وهناك أهل إيثار من أبناء الأنبار أبطال اللي لا يرتضون أن يكون هناك خلف الكواليس عمل غير مرضي. الأنبار اليوم مستقرة جملة وتفصيل والعمل فيها جيد جدا، المؤسسات الخدمية، القوات الأمنية منتشرة بشكل جيد. هناك الخلل الواضح اللي ما ممكن أن تكون الأمور وردية، اللي هو قصف سواء كان الحشد الشعبي في القائم أو قصف الفصائل لقاعدة عين الأسد التي هي مركز الغربية أو في داخل محافظة الأنبار. هذه جزئيتين فقط هي اللي اليوم تتخلل ونسمع من هنا ومن هناك أن هناك حرب سواء كان عالمية أو إقليمية أو داخلية لا سامح الله. فنحن اليوم المفروض واجب كل عراقي سواء كان من أبناء الأنبار أو من باقي المحافظات ومن كل المكونات وكل الأجهزة المؤسسات الخدمية أن تصب في دعم وإسناد السيد رئيس الوزراء الذي يبذل الجهد العالي والكبير من أجل إخراج العراق من المأزق الحالي اللي هو يعني هذا الموضوع ما مر عليك؟ ماكو حديث عنه؟ احنا لاحظت جنابك، انت تقدر تاخذ فحوى الخبر عن قريته، يعني حقيقة ما سمعته كبيان بقدر ما قريته كخبر وشفت مجموعة من أبناء. أعتقد الموضوع يخص الحشد الشعبي ومسألة هيكلة الحشد العشائري داخل محافظة الأنبار أعتقد وباقي المحافظات
السنية. أعتقد الموضوع بهاي الطريقة، لكن خلطت الأوراق باتجاه أنه أقليم ما أقليم كذا. شنو قضية أقليم شنو هو؟ تمام، يعني خلطت الأوراق وصلت إلى موضوع الإقليم، بس شنو قضية هيكلة الحشد الشعبي في المناطق يعني مناطق الغربية؟ هذا حديث حقيقة مفروض يكون موضوع موسع وباهتمام كبير من السيد رئيس مجلس الوزراء وباقي ممثلين مجلس النواب داخل قبة البرلمان، لأنه اليوم أنا كأحد أبناء الحشد، وإن كنت مستقيل بالفترة السابقة في سبيل الدخول بالعملية السياسية، لكن أنا أحد أبناء الحشد العشائري، وممكن ننقل معاناة الحشد العشائري حقيقة. أخي الفاضل، اليوم هناك من هو منسوب على الحشد الشعبي ولكن لا يؤتمر بأمرة رئيس الوزراء، والحديث طويل. نحن كأبناء محافظة الأنبار وحشد عشائري أكيد نطالب بالتسليح أسوة بباقي أبناء الوسط والجنوب. من هذا موضوع، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر من حقك أن تطالب به. يعني وصل بالموضوع. لا لا عفوا شيخ عبد الله، واضح يعني هسه إذا دخلنا بهذه التفاصيل أنه جزء منهم غير يعني ما عنده تسليح، الجزء الآخر هو هذا اللي دفع البعض أنه يريد إخراج الحشد الشعبي من المناطق الغربية. هو شوف أستاذ الفاضل، موضوع إخراج الحشد وبقائه موضوع، تسليح الحشد العشائري موضوع، هيكلة الحشد العشائري موضوع، خلط الأوراق بالإقليم موضوع، الأمور كثيرة، لكن انطيني سؤال واضح وخلي جنب واضح حتى أقدر أوصل. تمام، بالنسبة خليني أولا إذا حضرتك تقول أنه ذن اختلطن كرهن سوا، بالنسبة لموضوع الإقليم ما إلى وجود، صحيح؟ الإقليم حق دستوري، وهناك هناك من يشير ليس من باب الانفصال أو باب الأقلمة أو الذهاب إلى الدستور، بقدر ما يشعر بالغبن. يعني أنا اليوم أتكلم، أكو فرق بين رأيي وبين ما يدور، أكو فرق كبير. هناك الكثير من يعتبر أنه الأمور لا تسري، يعني على سبيل المثال اليوم على مدار سنتين أبناء الأنبار من الشهداء والجرحى، اليوم على مدار سنتين مقطوع رواتبهم بحجج كثيرة وتعرفها جنابك. يعني اليوم إذا راتبي ما يوصلني من دولتي وأني ابني شهيد، شنو أطالب؟ أوتوماتيكيا أطالب بالانفصال. تطالب بالانفصال. زين بسادة أزهر حياك الله، يعني ما أعرف حضرتك نقلت تسريبات ونشرت عن تفاصيل تتعلق بموضوع الانفصال اللي ذكره الشيخ، شنو معلوماتك عن الموضوع؟ بداية حياك الله، أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا ضيفك الكريم، واليوم أنا فرحان وسعيد أنه أسمع وجهة الشيخ عبد الله بدأت تتغير يعني إلى نحو الأحسن بخصوص هذا الأمر. هو كان من أشد المعارضين إلى جنابه إلى الإقليم، واليوم بدأ ظاهر شوية عند مرور، لكن أعتقد أنه الحزب هو انفصل حاليا عن الحلبوسي. هذا المشروع مشروع الحلبوسي. لحظة أستاذ الفاضل، إذا مو زحمة الله يخليك، من تدخل بالشخصان وتدخل بتفصيلة عبد الله، خلي أدخل بتفصيلتك رجاء، لا نشخصن الأمور. نحن الآن على شاشة ونمثل، أنا أمثل الأنبار اليوم في كلامي، لا ندخل، ماكو شيء اسمه حلبوسي واسمه حزبة أتصور. إذا جنابك بدون شخصنة بساد شيخ عبد الله، شيخ عبد الله خليني أدير الحوار أرجوك. تمام، استاذ أزهر، استاذ أزهر أرجوك بدون شخصنة تحدث عن الموضوع. والله ما شخصنت هذا الموضوع. تمام شيخ عبد الله، سعيد وفرحان انه أي. اسمع اليوم، اسمع وجهة شيخ عبد الله هذه الوجهة، لان هو عنده مرونة هسه حاليا انه هو يسمع من عندنا واحنا نسمع من عنده، واحنا طبعا. عندنا كخلافنا السياسي داخل المحافظة شيء صحي شيخنا العزيز. زين تمام، انا خليني بموضوعي، خليني موضوعي، وبالتالي هذا حوار الكل يسمع من الاخر والكل يشرح وجهة نظره بكل احترام و يعني تبادل الأفكار. حضرتك تتحدث عن انفصال. أول شغلة أستاذ عزيز، أول شغلة إحنا بيد كل الناس، الخيار الأخيار عفوا في المحافظة، أن يكون عندهم موقف أول شغلة ضد الانفصال أو ورقة التهديد
أو الضغط على الحكومة في وضع صعب. يعني مثلا اليوم أنا راح أحكي لك، نعم موضوع الإقليم موجود، موضوع الإقليم بدأ يضغط عليه بعض الشيوخ، والدليل اليوم طلع واحد من عندهم تبرى من هذا الموضوع وقال إحنا عراقيين، وواحد من عندهم اسمه الشيخ زيدان خلف الجابري، وطلع في بيان قبل شوية وصلني بعد ما أعتقد وصل للإعلام إنه هو تبرى من هذا الموضوع، وإنه دعم يبقى العراق واحد ضد هذه المجموعة وما طلع. زين إقليم لو انفصال، إقليم لو انفصال، لا ما هم يريدون، هم يريدون أول شيء يبدون بإقليم وبعدين انفصال. يعني أكو خطة الآن تتحدث عن إقليم وبعدها الذهاب إلى انفصال؟ إذا جنابك تعطيني بس دقيقتين أشرح اللي قاعد يصير. تفضل. وبعدين أي سؤال أنا استقبله، أي انتقاد أنا يعني صدر رحب لهذا الموضوع. تفضل. كان من عندك أو من جناب الشيخ. تفضل. إيه. فالموضوع اليوم اللي صار هي ورقة ضغط، أعتقد في البداية هي ورقة ضغط. الورقة ضغط تشكيل للتشكيلات السياسية لما يعاني الحلبوسي من ملفات فساد وتزوير، لان هو يقولون هو قائد السنه، فهو اللي يتبنى هذا الموضوع، موضوع الاقلمه، وبدا في محافظه الانبار، لان هو حاليا بس ما يملك بس محافظه الانبار وجزء من عده. عندنا اليوم حاله صحيه انه جزء من بعض الشيوخ ومنهم محافظه الانبار انه هو انقسم من عنده وبدات تطلع الاصوات، وهذا شيء موضوع صحي، والعالم هو الانسان او المواطن الانباري يدور هذا الموضوع. اما اليوم سمعت فضيلة الشيخ انه هو اتكلم انه موضوع حقوق الحشد العشائري، وسمعت في موضوع ثاني للشيخ رعد ستير في بعض اللقاءات في نقاش خاص في احد الجروبات، قال انه احنا ما نصوت مع على خروج الاحتلال الامريكي الا بعد خروج الحشد الشعبي. فهذا المشروع، هذا المشروع يقودنا الى الانفصال. ليش يريدون يخرجون الحشد الشعبي بهذا الوقت؟ هم يعلمون جيدا، والشيخ عبد الله يعلم جيدا، وكل المقاتلين يعلمون جيدا، الان الوضع في محافظه الانبار مو مستقر في من ناحيه الصحراء. تمام، انا هسه خليني اسالك من الجهه الاخرى. تمام، منو اللي يريد اخراج الحشد، وشنو علاقته بالاقلمه، شنو علاقته بالانفصال، وليش هاي الحركة هسه؟ هم يعتبرون يعني اللي عندهم هذا المشروع انهم يشتغلون فريقين، فريق يطالب بخروج الحشد الشعبي ومساندة الحكومة، وفريق الثاني لا يكون علني، يعني يكون انه هو يعني صاحب الأقلم ولا الانفصال، هو هذا ما يريد يأثر على الشارع. من هم هذول؟ تقدر نسميهم؟ اي نعم، اقدر اسميهم، اقدر اسمي هذا الموضوع. احنا اليوم عندنا في الانبار يعني حزبين واضحين يقودون هذا المشروع، هو حزب قمم اللي يصير ابن عم جناب الشيخ عبد الله خالد البتال، والقسم الثاني هو تقدم. واثنينهم دول يشتغلون على نفس الموضوع؟ هو يشتغلون على موضوع بس من محورين، محور الضغط الحكومة والشعبي على إخراج الحشد الشعبي حتى إحنا نقدر نطل نصوت وياكم ونجي وياكم للبرلمان ونجي يعني إرادة، خلينا نقول إرادة الكتل الشيعية إنه هي تطلع القوات الأمريكية، نجي وياكم بشرط إنه تطلعون الحشد الشعبي من الأنبار ونبدله مثل ما قال الأستاذ العزيز، نبدله ونهيئه بحشد عشائري. هو جنابه يعرف انه سابقا كان الحلبوسي عنده اجنده في داخل الحشد، وكم عنده مجموعات، وهو بلسانه اعترف بيه انه هو عنده مجموعات يدربها خارج اطار الدوله مثل الميليشيات. شلون اليوم احنا نقدر نسلم الناس انفصاليه وعندهم مشروع انفصالي، واغلبهم من الناس اللي موجودين مثل زيدان خطف الجابري، مثل حامد رشيد المهنة العلواني، مثل احمد عبود الشليباوي، مثل احمد ابو ريشه، مثل علي حاتم سليمان، مثل هوايه من الشيوخ اللي قاعد يظهرون عندهم مشروع. تمام، اسمح لي تمام، وضحت الفكره حياك الاستاذ وراس.
استاذ راس حديث بين ضيوفي من الانبار، اثنينهم يتحدثون عن وجود فكره للانفصال وليس فقط للاقليم، يعني بدايه بالاقليم والنوبل الانتقال الى الانفصال. شنو القصه بالضبط؟ شنو اللي طرأ خلال هذه الفتره والحديث بهذه الطريقه؟ الى قيمه هذا الحديث لو لا؟ مساك الله بالخير، تحيه لك وقناتكم الكريمه وضيوفك الاعزاء. يعني حقيقه هو قبل كل شيء شنو يعني الاقلامه؟ لا اداريا وليس اقلم. الانفصال يعني اكو عدم رضا من النظام السياسي الحاكم لهاي المجتمعات ولهاي المحافظات، عدم رضا على الاداء الحكومي زين اللي هو من الاتحاديه، نقول حكومه بغداد. لكن الانفصال شنو مؤهلات القوه الموجوده وشنو امكانياتها على انه تطرح موضوع الانفصال؟ وشنو شلون راح تدير هاي المحافظات؟ يعني هل اليوم حكومة بغداد راح تسلم المحافظات اللي عندها حدود وحدودها بها أزمة وأنفاقها انفتحت راح تسلمها لإرادات سياسية ولإرادات الوهم السياسي؟ زين، مع جل احترام للأنبار والمشايخنا بالأنبار والمجتمعاتنا بالأنبار، مو مناكفات الأنبار السياسية هي اللي تحدد موضوع الانفصال، ولا مناكفات الأنبار السياسية هي اللي تحدد موضوع أنه تروح تجسد الأقليم. العراق بالسابق دخل في أزمة طائفية ما أعلنوا إقليم، وبعدها دخل في أزمة يعني الأحداث واحتلال المحافظات المحررة وما أعلنوا الإقليم. زين، اليوم نجي بسبب ها والله وجود حشد أو إبعاد الحلبوسي عن منصبه كرئيس للبرلمان أو غيرها، نجي نحشد العفو انفصال. ليش هو الانفصال بالمزاج؟ لو الإقليم بالمزاج، أكو دراسة واكو خطط واكو مؤهلات للانفصال. زين، ليش هذا الحديث عن هذا الموضوع الان واكو حديث عن اخراج القوات الاجنبيه من العراق؟ القوات الاجنبيه ما تخرج من العراق. لا يعني هسه خليه هذا حديث. اي بس هذا محمد. ليش الحديث مع هذا استاذ محمد؟ هذا حديث. ايه يعني الحديث كل من يتحدث بتفسيره ويختار زي الموضوع اللي يريد يسولف به. اما موضوع اخراج القوات الاجنبيه من العراق، السنه راح تقول لك انه احنا محتمين تحت الجناح الامريكي والوصاية الامريكيه، وابعاد الامريكان من العراق راح يغصينا نفوذ ايران داخل العراق ونفوذ السلاح الغير مرخص داخل العراق هو راح يهمشنا، وممكن راح نرجع الى موضوع المغيبين والمعتقلين. هذا الموضوع خلينا نغادره. زين، اكو مصالح دوليه داخل العراق، وهذا الموضوع لا تطرح الطبقه السياسيه ولا النظام الحاكم بالعراق انه ابعاد الامريكان. موضوع انه استخدام اهزوجه جديده من قبل المكونات او بعض المؤسسات الاعلاميه التابعه الى الطبقه السياسيه السنيه انه الحشد مؤثر، فانتم اللي فتحتوا المساحه للحشد وانتم اللي ثبتوا جذورهم في المحافظه. لا ليش هسه الوقت؟ هذا الوقت مو هذا الوقت. شلون ايران والطبقه او اجنداتها داخل العراق يقول لك انه احنا ما نريد التواجد الامريكي؟ هم دا يقول لك ليش إحنا ليش ايران؟ العراقيين ما يريدون التواجد الامريكي. احنا ليش ايران؟ شنو علاقه ايران؟ الخطاب الوطني احنا كنا نمتلكه. انت كشخص تريد الامريكان باقين بالعراق؟ انا ما اريد اي سلاح واي قوه واي جنسيه داخل العراق. غير الجنسيه العراقيه. انت كمواطن عراقي يعني تقبل بهذا الوضع الامريكان مسيطرين عليك جو وارض وبر؟ احنا الطبقه السياسيه اللي جت ويا الامريكان هم اللي باعوا لها السماء والارض. لا لا يا العراق وارض. تمام يا اخي، انا الطبقه السياسيه. استاذ محمد ولو لا لا مو خليك القرار العراقي بين العراق. بالعراق يريد ايران الامريكان، بس الايرانيين ما يريدون لها. اي جنسيه غير الجنسيه العراقيه لا محترمه ولا مرحب بها، وخصوصا الجناس المعسكره داخل العراق لا محترم ولا مرحب بوجودها داخل العراق. زين، لكن انت عندك غطاء يعني كل الاجندات اللي موجوده والدول اللي فرق قرارها داخل العراق هم عندهم اجندات داخل من هويات عراقيه. زين، بالتالي انت اليوم الاصوات السنيه من تطلع تقول لك احنا ما نقبل ما نصوت على ابعاد الامريكان داخل العراق. ليش؟ لان اكو مصالح من الطبقه السياسيه السنيه مع تواجد القوات الامريكيه حتى يحمي مناطقهم من التوغل الايراني، وكذلك وين التوغل الايراني يا اخي؟ استاذ محمد احنا نجامل لو نحكي صراحه. لا والله هسه انا قاعد شباب، انا احكي لك صراحه. شايف دبابات ايرانيه بالعراق مثلا؟ هواجس 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 المجتمعات والغل. هاي حجه يريدون يبقون بالمناصب، الله وكيلك. والغل اللي زرعته الطبقه السياسيه داخل المجتمعات انه يقول لك وجود الحشد الشعبي يعني وجود ايران بالعراق، والامريكان كذلك يقول لك وجود الامريكان يعني تحت وصايه وقرار سني.
اما نرجع للاتفاقيه، الاتفاقيه الانفصال، الانفصال ليش العفو؟ تريد تنفصل من شنو؟ انت تريد تنفصل من العراق ولا تنفصل من شيعه العراق؟ غير تحدد الوجهه مالتك وين تريد. زين انفصالك عن شيعه العراق ليش؟ شيعه العراق كلهم حشد؟ لو شيعه العراق كلهم تابعين لايران، ليش هو الحشد؟ وشنو الحشد؟ ليش هو الحشد وين هسه؟ لا لا شنو الحشد؟ الحشد الحشد مو هو قرر مجلس النواب انه هو مؤسسه امنيه حاله حال المؤسسات الموجوده والرسميه داخل العراق وكانت لها فضل في يوم من الايام على تحرير المحافظات المحرره؟ زين احنا ما عندنا حشد عشائر السنه؟ زين احنا ما عندنا سلاح غير مرخص السنه؟ احنا ما عندنا، احنا ما جبنا الكتائب حزب الله بالمحافظات السنيه من خلال الطبقه السياسيه السنيه وثبتوها بالمحافظات السنيه من اجل انه يستخدمون اسمهم كفوبيا من اجل السيطره على المحافظات والاستثمارات والمقاولات وغيرها داخل تلك المحافظات. لان تعرف الدوله مالتنا، ومع احترام لدوله رئيس الوزراء، انه غض النظر في متابعه اموال الدوله داخل المحافظات. خليني اسمع وجهه نظر الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله، غريب اللي قاعد نسمعه والله. يعني انا حتى يعني والله غريب انه خلال هاي الفتره كلها ليش ما طلبتوا بالحشد خليه يطلع من المناطق الغربيه؟ ليش هسه صارت المطالبه والله لازم يطلعون؟ زين هسه شنو اللي مسوينه الحشد هناك مثلا؟ استاذ الفاضل ما اعرف شو رحتوا بعيد. انا قلت لك حدد الملف ده نتكلم به. طبعا انا حكيت الوقت اللي اتصلت فيها من القناه قلت لها اتمنى يكون مع اعتزاز واحترام بالضيوف اخوة اعزاء ضيفين حتى نقدر نوصل الفكره. اشو اخذتونا انفصال على عيني وعلى راسي. اعطيك الوقت، اعطيك الوقت اللي تريده شيخ عبد الله. مو صحيح، الله يخليكم، اكو فرق بين المواطن سواء كان ابن الجنوب او ابن الغربيه، فرق بين السياسي وفرق بين الاجندات وفرق بين المجاميع المسلحه وبين الفصائل المسلحه الخارجه عن القانون وبين الحشد الشعبي. اخوان هل من هسه اليوم لو ينطونا حل العراق الي والك والجنابك عذرا وللاخوه الضيوف ان نحل وضع العراق الراد لنا 10 سنين. هي الامور متشابكه فيما بينها. يعني اليوم من اللي يقبل ان ينسلك من عراقيته حتى يتوجه باقليم هالقدوته؟ من اللي يقبل بانفصال؟ من اللي يقبل؟ اخوان الله يخليكم، خلينا نوصل الفكره بشكل صحيح مره ثانيه. احدد ملفي حتى اقدر اوصل الفكره. اللي تريد تتحدث فيه حضرتك احنا نهايته ما راح اقدر اوصل. شيخ عبد الله طلبتوا الاوراق وهذا مو صحيح. شيخ عبد الله، شيخ عبد الله، انا كل اذان صاغيه لحضرتك، تفضل وضح لي كل التفاصيل. اوضح لك حد المعلوم بي. اولا كلام الاستاذ ازهر من يقول دكتور خالد بتال والحلبوسي يعملون باجندات بطرفين، وناس تريد تطلب الاقليم وناس تساوم في حكومه المركز على التصويت على كذا. اتصور هاي الاشياء هذا كلام شخصي ولا الى اي وجود. العمل السياسي اكيد بحراك، اكيد بمناوره، اكيد بعمل، لكن احيانا نكره شخص او نكره جهه فقط. اذا تسالني عن نفسي لماذا انا بجانب السيد الحلبوسي وبجانب تقدم؟ بكل بساطة أفتح قوس أقول حتى لا يعود المتأسلمون إلى حكم الأنبار والسنة وإعادتنا المربع الأول، سد القوس نريد نمضي. هذا باختصار، باختصار يعني باختصار شديد جدا. تمام. لكن مسألة أنه الحشود العشائرية مجرد بس اسم رواتب، هذا مو منطقي. اليوم الحشد الشعبي بقانون 20 أقر وواضح وضمن قانون رسمي يجب ان يكون الافراد سواسيه سواء كان ابن الجنوب او ابن الوسط او ابن الغربيه. زي. هذا الكلام منطقي لو مو منطقي؟ أكيد. اذا لا ما 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 المفروض يكون اي تمييز بين هذا مقاتل وهذا مقاتل. رحم الله والديك، رحم الله والديك. زين لعد انا من منطيني ابن الحشد العشائري مدخله على الداخل ومطلع ابن الجنوب وابن الوسط مطلع لي اياه على منفذ اسود ويشتغل تجاره حدود الانبار. انا شلون اتحمل يا اخوي العزيز؟ عوفني من الانفصال، عوفني من مساله الاقليم، اذهب صفحه ما نسمح لها، واذا اردناها وضمن القانون الدستور فاعتقد لا وقته ولا حينه ولا ممكن ان نثقل على كاهل السيد السوداني هو في اصعب ظروفه. العراق اليوم يمر باصعب الظروف، يجب التخلص من النفايات المزعجه من الملفات اللي هي ابسط شيء ما تتجاوز أربع خمس أيام أقدر أطلق رواتب الشهداء والجرحى الحقيقيين في محافظة الأنبار. زين. ما تتجاوز أكثر من كذا ربع موازنة البلد، خلي أنطيها من أجل لحمة الصف، وخلي أنطي التعويضات، وخلي أنطي الملفات العالقة والمغيبين، وخلي ننهي هذا الموضوع حتى ما تظل حجة للسني المتاجر. السني المتاجر، ركز وياي في مسألة قضايا السنة. هن أربع ملفات أقضيهم بأسبوع زمان وكالله يحب المحسنين. لماذا التأخير؟ إيش نقرأ إحنا من اليوم؟ أنا أشوف
عمتي منطية ولدها اثنين، عمتي أخت أبويا منطية ولدها اثنين ورود، رواتبهم اليوم مقطوعة، ويا منو أسولف؟ تعال بس قل لي أستاذي الفاضل ويا منو أسولف؟ ويا السياسي؟ لو أسولف ويا حكومة المركز؟ اسمح لي الله يخليك الوقت إلي خليني أكمل. فأنا اليوم، أنا اليوم أريد أرجع على أهلي على ناس أقول له تفضل هذا راتبك، تفضل هاي حقوقك، تفضل هذا مكانك، هذا سلاحك. إذا تسليح الحشد العشائري مو نفس تسليح حشد أبناء الجنوب والوسط، أنا ما أعرف حتى كلمة شيء. لكن من أدحك دبابات برامز عندهم، سلاح ثقيل عندهم، وإحنا ولدنا بسياراتنا المكسرة وبسلاحنا الشخصي، مو الكل حتى لا أبالغ بالكلام، لكن ما منطينهم مكانتهم. واليوم أريد هيكل، تعرف شنو رأيك هيكل على شاشة الشيخ عبد الله؟ أنت ليش قلت لي قاعد تحكي هذا الحكي الآن؟ بس اسمح لي خليني أوصل لك إياه، قد توصل المعلومة. لا وصلت، وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. أكو تمييز، أكو تمييز، أكو تفاصيل. هاي ليش هذا الكلام؟ هذا ما أحب أحد يناقش بيه خلاص يعني رجاء، لكن خليني أوصل لك الفكرة. أنا قاعد أسألك مو ناقشك، قاعد أسألك سيد عبد الله. شيخ عبد الله أنا قاعد أسأل، أنا ما ناقشك ولا أنا ولا مكان يأهلني أنه ناقش، لأنه أنا لا لا على راسي. العفو العفو أستاذي الفاضل حتى أي. توصل بس اسمح لي سؤالي، ليش هذا الموضوع ينثار الآن في وجود قوات أجنبية داخل العراق؟ الحكومة تريد تطلعها وتقولون إحنا مساندين الحكومة. هاي القوات الأجنبية الآن تخترق الأجواء العراقية، تقتل عراقيين، تمارس ضغط على العراقيين، أكو مشاكل كثيرة سببتها. ناس يقول لك إحنا الوجود الأجنبي نريد نطلعه من العراق، يطلع واحد يقول لا والله أنا الحشد اللي عندي بمشكلة، الكذا عندي كذا، أنا يهدد بالانفصال، ومع هذا نواب المكون السني ما يحضرون لجلسة البرلمان. اللي يسمع هذا ما يقول ذول الناس مصطفين مع الأمريكان؟ أستاذ الفاضل متى ما أعلن أمامك وأمام العراقيين، أعلن السيد السوداني بيان بإخراج القوات الأمريكية من العراق، أنا أذبح حولي باب البيت، تمام؟ أذبح حولي باب البيت، أقول خلصنا من الأمريكان. لكن هل يستطيع السيد السوداني يا أخي الفاضل بوجود أشخاص باعتراف الكل تضرب أستاذ الفاضل راح ندخل الفصائل وراح يقولون فصائل مقاومة. يا أخي فصائل مقاومة على عيني وعلى راسي، ليش هسه اللي نعرفه احنا الشخص من يستشهد اللفه بعلم عراقي، جماعه لفوا بعلم عراقي لو بعلم حزبهم. انا اسال جنابك لا بعلم عراقيه، لا والله لفوا بعلم حزبهم. ارجع للفيديوهات واني ما اريد اشوف. لا والله يا اخوي هسه هي هذا العلم، قصدك العلم يا اخوي؟ خلينا نكون منصفين، اذا نريد حقن الدماء واذا نريد البلد يتقدم خطوه، نرفض كل الوجود يا استاذ الفاضل، وان تلتزم اليوم. اليوم هل تعلم أستاذ الفاضل هناك من منطوي ضمن الحشد الشعبي واسمه حج فلان، أبو فلانة، سيد فلان؟ ماكو يعني هذا فلان. هذا هسه أنت شيخ، أنت شيخ هسه. نعم. أنا ما عندي واحد من الفصائل ولا عندي واحد من الحشد حتى يرد عليك. يعني هسه أنا ما طلع الأمريكان لأن عندنا واحد اسمه حج فلان؟ لا إله إلا الله. أقصد الكلام اللي تقول أنا مانع طلعت الأمريكان، أنا أقول لك ساعدوا السيد السوداني خلي ينهض بالعراق، خليه يتحمل المسؤولية هو وإدارة الدولة بشكل عام، إدارة الدولة كتحالف سياسي والإطار بشكل خاص، خليه يتحملون مسؤوليتهم يا أخوي الفاضل. تمام. مو ترجع على المواطن ابن الأنبار أو ابن السنة وشخصنا تقبل. أنا جاي أقول لك يا بصريح العبارة، يوم الأسود يوم طبوا الأمريكان على هذا البلد، يوم أسود يوم لعبوا بهذا البلد طبوا وأنطوا مجال لفلان ولعلان. أقسم لك بالله كل من مأذي البلد داخل البلد هو برا البلد صديق وحميم والله بالخير. وش قد حصلنا اليوم من العراق ومن ثروات العراق ومن وسط العراق؟ عمي احنا صرنا مصقعه كعراقيين. وضحت استاذ زهره شو تقول؟ طيب ما قاطع الشيخ عبد الله لان انا احترم الشخص، كان في فتره من الفترات مقاتل وهو واهله وناسه، وانا اختلف وياه بشغله واحده انه في على خصوص الدعم، فالدعم موجود لقبيله الجغايفه والعشيره بالذات، مفتوح من قبل رئاسه الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، ما التقى باي شيوخ الا بعض شيوخ ابن عم الشيخ الجغايفي والشيوخ اللي نفذهم الواجب ضد والي الانبار وقتلوه في 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 صحراء الانبار. ما حد ينكر انه هاي العشيره قدمت ضحايا، قدمت شهداء، ولها
لها دور كبير وعشيرة محترمة ومقدرة ومعروفة ومشهود لها. لكن اليوم هو في بداية الموضوع أتمنى هو لا يزعل من عندي ولا يفتح القوس ولا يسد القوس، لأن أنا أريد أوجه له كلام وهو يعرفه وأنا أعرفه وإحنا ابن المحافظة، وأنا هو يعرف إنه إحنا قاتلنا في خندق واحد في وقت إنه الآخرين المتأسلمين اللي سماهم وغير المتأسلمين اللي هو يعتبره سيد الحلبوسي إنه هو قائد لهذه المجموعة. أنا أريد أسأل سؤال عن إحسان ناصر اخو حاليا عضو البرلمان اللي انتخب مكان الحلبوسي، هذا مو كان والي الجزيره، مو اذاكم، مو اللي قتلكم، مو اللي قتل ابنائكم، مو اللي ارسل المفخخات عليكم، مو اللي قتل نائب البرلمان كان والي. اليوم انت شلون تقبل، انت شلون تقبل؟ لا اوقف 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 استاذ ازهر النمراوي، اوقف استاذ ازهر اوقف، اعطينا مجال. يعني اللي صعد مكان الحلبوسي الان كان والي بتنظيم داعش؟ اخوه كان والي بتنظيم داعش، اخوه كان والي الكواسر، وانا نشرت منشور ودليل بهذا الموضوع وهو يأيدني بهذا. زين وهو شنو دوره كان؟ هو كان احد عناصر التنظيم اللي موجودين في لما سقطت المدينه بروانه وسقطت منطقه البونيمير، وشاركهم في مجزره البونيمير. ليش اليوم الأستاذ عبد الله يفكر فقط في المصلحة الشخصية أو مصلحة الحزب؟ إحنا اليوم إذا المصلحة الشخصية إذا أكو هيك شيء، عذرا مو مقاطعة بقدر ما تصحيح. إذا سلم ملف أستاذ أسهر، يا ريت إذا أكو هيك دليل يوصل لحكومة المركز وهي اللي تقوم بدورها. عبد الله الجغيثي مواطن، شنو يقدر يسوي امام هيك معلوم؟ ويشهد الله ما عندي لها اساس. طالب حقوق الشهداء اللي هم ابناء بيت عمتك اللي ذكرتهم، انت من حقك طالب مثل ما انا طالب حق دم اخويا، وانت عرب وتعرفان شنو احكي. انت اجره حمد يا شيخ، انا ما قاعد احكي ويا شخص عادي. زين، انا ما قاعد احكي ويا شخص ما يعرف شنو الدم وما يعرف شنو الثار وما يعرف شنو تنظيم القاعده وداعش. فأتمنى أنه أنت تغوص فكرك أكثر وأعمق، وتكون اليوم تعطينا عهد أنه أنت ضد هذا، ضد ذول الانفصاليين. اليوم شيخنا إذا ذول الانفصاليين سووا المحافظة فقط لهم، مو بس أنت عشيرتك كلها ما يخلوها عايشة بالأمر. هسا الرجل يقول لك عندنا قضية ثانية، عندنا قضيتك وإشكاليات داخل الحشد الشعبي، حشد العشائر وحشد كذا والتفاصيل. اكو تمييز بين ابناء الجنوب وابناء الغربيه، اكو تفاصيل متعلقه. ليش ما حشم استاذ العزيز؟ كانوا يحتمون، كان في وقت من الايام كانوا يحتمون تحت غطاء الحشد الشعبي حتى يخلصون من بطش الحلبوسي. هو يعترف بهذا. رجاء استاذ ازهر، ما فد يوم، اسمح لي الله يخليك، خلي اوضح فد شغله تخص قضاء حديثة. تعرف اليوم الأنبار كبيرة في العراق وأغلبها مكر. اسمح لي بس لا أوضح لك هاي الجزئية أستاذ أزهر. اسمح لي ما فات يوم، يعني ما يعني أعطيني مجال بس دقيقة. ما فات يوم من 2014 من حزيران إلى يومنا هذا، عمرنا ما احتمينا بأحد، لا بحشد شعبي. من احتمي بالله وبالقانون ومن داعمين القانون، وعمرنا ما فكرنا إلا نكون ظهير للقانون وليس بديل للقانون من الله. تمام. خلقنا الى اليوم، فلا لا يعني يقول لك شيء ان الشيء مو بينا، ما في يوم ولا ممكن ان نحتمي باحد، لان ما ناقصي الرجوله حتى تابع رئاسه الوزراء قانونيا. انتم كنتوا تحت رايه رئاسه الوزراء يا استاذ العزيز. ومن فرق بين تقول نحتمي بحشد من اجل كذا، احنا ما عندنا هذا الاسلوب ابو. هذا الشيطنه موجوده. تمام هو قتال، هو كانت جبهه تقاتل داعش، واحد يصطف للآخر، وهاي مؤسسة عراقية، مؤسسة تابعة للدولة العراقية. فأنا إذا أحتمي بالمؤسسة التابعة للدولة العراقية هاي ما بيها مشكلة. هو هذا اللي قاعد نحكي استاذ العزيز. كمل كلامك استاذ أزهر، كمل كلامك. يقول لك أكو انفصال. أنت هسه لحد هاي اللحظة قضية الانفصال، قضية الإثار، أكو قضيتين صارت. الشيخ الآن لما يتحدث عن ثلاث مواضيع مختلفة، واحد يتعلق بالحشد، واحد يتعلق بمطالبات بإخراج الحشد، واحد يتعلق بالانفصال. شلون ذن نفككهن؟ ذن كلن مرتبطات ببعض،
لو كل وحده وحدها. لا كل المرتبطات واحد. انا حكيت، انا قلت له الحزب الحاكم بالمحافظه انقسم قسمين، وهذا هذا الدليل اللي قاعد احكيه، انه السيد هو قال لك انا مع هذه الجماعه، فاقول له اذا هذه معها انت مع هذه الجماعه، فالجماعه اليوم اللي انت جنابك تتكلم باسمهم هم قايدين هذا المشروع، وانا مو انا اللي مو بس اللي انا اقوله، روح شوف سخط اليوم الانبار كله على 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 موضوع الانفصال وعلى هذا المشروع، انه انتم تساومون في موضوع الامن وتساومون في موضوع في 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 احراج الحكومه. اليوم طلعت عشائر يساومون منو؟ منو اللي يساومونه؟ عشائر منو اللي يساومونه؟ منو اللي يساومونه؟ منو اللي يساومونه؟ منو مقابل شنو؟ ناصرت هذا الموضوع ضد مشروعكم يا استاذ عزيز، ومع وراح اقول لك انا اعتقد عشيره الجغايفه كذلك راح يطلعون في الايام القادمه، يطلعون يناصرون السيد رئيس الوزراء ويناصرون الحشد الشعبي ضد مشروع الانفصال. منو قال لك ما بناصرين؟ ليش حتى الا نطلع؟ ليش منو قال لك ما بناصرين السيد السوداني؟ قاعد يقول لك احنا مناصرينه. لا اله الا الله. اليوم مو جنابك. لا لا خليك وياي، خليك وياي استاذ ازهر، خليك وياي. يبتزون منو على شنو؟ يبتزون الحكومه استاذ بالامن، يبتزون الحكومه باحراج الحكومه، يحتزون الحكومه انهم ما يكملون النصاب داخل مجلس النواب. قصدك في قضيه اخراج القوات الامريكيه؟ عندهم وزارات يا استاذ العزيز، وعندهم ضباط امن ومخابرات، وعندهم قصدك في قضيه اخراج القوات الاجنبيه لو شنو؟ نعم قصدك في قضيه اخراج القوات الاجنبيه يبتزونهم لو اكو فد شيء اخر. هذا موضوع اخراج القوات الاجنبيه 100%، تعطيل الجلسات هذا واحد ثاني، هذا ملف ثاني. القضايا اللي تخص امن المحافظه كذلك موضوع ثالث. اليوم السيد الحلبوسي جاب لي واحد كذلك هماتين، محافظ الانبار مزور وعليه كذا وعليه كذا وعليه ملف وملفين وثلاثه. زين هذا كله تعطيل للنظام. اليوم استاذ العزيز اليوم يطالب، هو قاعد يطالبنا اليوم انه يطالب الحكومه انه يتحل موضوع مؤسسه الشهداء او موضوع التقاعد او ليش وكم راتبه. هو يعرف جيدا ايش قد التزوير شابه وطلع. ليش هذا صحيح يعني الناس تنقطع رواتبها كل هذه الفتره؟ اكو نعم اكو موجود بسبب منه. سبب منه يا استاذ العزيز؟ سبب اساله هو اقول له بسبب منه. تمام بسبب منو؟ بسبب منو يا شيخنا العزيز؟ انت احكي لي يا اخي، انت احكي لي بسبب منو؟ يعرف سبب منو. احنا من بغداد ندري بها الحزب الحاكم، بعد ما اعرف اهل الانبار ايش عندهم غيرها. عندنا حزب حاكم بالانبار السيد العزيز. تمام استاذ ازهار، اوكي الحزب الحاكم بالانبار اكتشفوا عنده فساد. خب مو يقطعون العامي شامي يعني؟ خب اكو ناس مستحقه المفروض الحكومه تجد حل وتصرف راتب للمستحق والمزور والداعشي والكذا، خب يقولوا له روح الله وياك. فمو صحيح هذا ينقطع راتبه وهذا. بس راح اقول لك مثلا راح اوضحها للشيخ، هو ما يعرف. وراح احكي لك شغلتين بس باختصار، ارجوك باختصار. شغلة واحدة، في لجنة في اللجان الطبية لصحة الأنبار يوم واحد مسوين 4000 لجنة طبية في بعض الأحيان مدة سنة، كل يوم يسوي له تقريرين 3 4 5، بس بيوم واحد يسوي 4000، فيخبط الزين ويا الموزين. فمن يجي يوقف يلزم السجل أو أبو التحقيقات في هيئة النزاهة أو لجنة مكافحة الفساد الفريق الساند، لما يجي يقرأ السجل يريد يشوف ذولا أصولهم شنو، فيلاقي بيوم واحد 4000 واحد مطلعي له لجنة طبية. شو وقت كشفت عليهم 4000 واحد خاطين الزين ويا الموزين؟ هاي فكر مدروسة لشنو، لدمج الناس الزينة والموزينة. فأنت يعني مجبورة الحكومة اليوم، شون هو ملف مجبورة الحكومة إذا تترجع ترجع دولة بالملف الـ 4000 واحد. تمام استاذ، انتظر شكرا وضحت استاذ راس. هذا الحشد الشعبي الايراني المدعوم من ايران، اي هسه هو موجود بالبصره يحميها، لو موجود بالمحافظات الغربيه جاي يحميهن. هسه واحد يحكي مال طله لو يحكي ذني مال السياسه. استاذ محمد اي بالسنين العجاف اللي مرت وعصت بالمحافظات السنيه، دماء ابناء الوسط والجنوب هي اللي وقفت قبل السنه زين، وقبل
ابناء السنه. ليش؟ زين هم ذولا احنا ذولا نفسهم جاي يقتلون بهم الامريكان، شو تقولون؟ احنا مو اكو فد عرف، لا خليك هاي اكو فد عرف صار ورا الفتوى. ايه يعني هاي حقيقه، احنا ما دا نتحدث عن الحشد الشعبي بالكامل. ايه احنا دا نتحدث عن المكاتب الاقتصاديه في الحشد الشعبي. وده نتحدث عن التوجيهات الخارجيه اللي انفرضت او رسمت على الحشد الشعبي. إيه؟ شوف استاذ محمد، ابناء الحشد الشعبي المقاتلين الميدانيين هم مو اصحاب راي. وهذول اصحاب دماء زكيه طلعوا من اجل وطن ومواطنه. زين هسه زين ذولا قاتلوا من كيف هم راحوا؟ لا طلعوا بفتوى، لو اكو قيادات طلعوا بفتوى. احنا القيادات استاذ محمد، احنا القيادات القيادات اكو هم اكو علامات استفهام. إيه؟ وحقيقه نريد نعرفها، وممكن من راح نثيرها اليوم نريد نعرف اجوبتها. القيادات بمن ارتباطهم؟ بالقائد العام للقوات المسلحه لو بمن؟ طبعا. زين القائد العام للقوات المسلحه شنو حجم المشاكل اللي صارت بينه وبين هاي القيادات من اجل انه يتم ايقاف الاستهداف او استهداف ضرب القواعد الامريكيه؟ هاي فصائل المقاومه قاعد تضربهم يا اخي استاذ محمد. فصائل المقاومه خلينا نعرف موضوع المقاومه على صفحه. ليش ماكو شيء اسمه مقاومه ويدعي انه المقاومه؟ ليش انت الحكومه مالتك قاعد يعني الحكومه مالتك واضح انا شلون وقاعد ينطي شهداء ويقول لك انا اناصر غزه وضرب القواعد الامريكيه وضربها وعورها. انا اطلع انا شلون اطلع اليوم اضرب قواعد او ادعي المقاومه واضرب قواعد امريكيه وعندي علاقات دبلوماسيه لدوله ولوزاره خارجيه ولرئيس وزراء عندهم راي اخر؟ طيب ما احنا عندنا رئيس وزراء قاعد بعقر دارهم وقاعد في مجلس الامن الدولي وتهجم على الاحتلال الصهيوني وعلى ممارسات التعنيف الكيان المغتصب على ابناء غزه. زين القائد العام للقوات المسلحه نفسه في مؤتمر القمه العربيه طلع ايضا وتحدث بلسان حال العراقيين وبلسان حال الوطن العربي. هسه عدم حضورهم للبرلمان ورفضهم لاخراج القوات الاجنبيه تحسه يعني مو عيب؟ لا هذا توجيه سياسي. توجيه؟ اي توجيه وصل الى يعني مرحله. انت هسه بتتفق حتى على مثل على هذا المثل مالتنا ضم ابن عمك ضم خيك لابن عمك وضم ابن عمك للغريب بس ما خلينا احنا ودع شاير حتى هاي ما صار عندنا. استاذ محمد احنا ايش عندنا؟ ايه احنا عندنا تقدم. ايه وعندنا السياده. وعندنا حسم اللي هو ما عنده نواب. زين وعندنا عزم. ايه تمام. الكتل هاي السياسية السنية الأغلبية لها النيابية منه تقدم. هل نواب تقدم بالكامل يتفقون بيناتهم إنه ما يروحون يحضرون الجلسة لو بتوجيه من رئيس تقدم؟ توجيه. هل نواب السيادة يعني ما يحضرون بالكامل لو بتوجيه من خميس؟ التوجيه يا أخي أكو توجيه. أكو توجيه. إحنا بالعراق ما عندنا منظومة سياسية عراقية، عندنا منظومات سياسية عميلة. وعندنا منظومات سياسيه تمضي باوردرات خارجيه وهذا موضوع الاوردرات. ذولا جايهم اوردر لا تحضرون حاكينا منو؟ ذولا جايهم اوردر لا تحضرون لا 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 تطالبون باخراج القوات الاجنبيه. هو 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 استاذهم ايه داس توجيه لاستاذهم استاذهم بلغهم. هاي شنو يعني ما فهمت؟ طبعا يعني هو القرار يجي عابر للحدود. ايه واللي بداخل المنطقه هو اللي يقول لهم لا تحضرون او عطلوا. اذا الموضوع ينحسب لا اريد هاي ما افتهمتها يعني استاذهم منو؟ الامريكي يعني لا 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 الموضوع مو امريكي. استاذهم منو؟ لا لا الموضوع هو خليج. ايه؟ الموضوع تركيا. ايه؟ الموضوع يعني مصر ما متدخله لا هي ولا الاردن بهذا المحور. زين لان مصر والاردن هي تدعم تواجد القوات الامريكيه داخل العراق لان هي ضمان مصالحها. تمام يعني الجماعه استلموا امر من 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 الخليج بانه لا 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 مو هذا افصل لك الموضوع لا لا تتوجهون لاخراج القوات الاجنبيه. هسه انطيتني لا باختصار انطيتني باص اسدد. ايه دا اقول لك الموضوع مو امريكي. ايه الموضوع من اللي دا يصرف على الطبقه السياسيه السنيه بالعراق؟ ايه مو امريكا اللي دا تصرف عليهم. الخليج الجزء من المحور هو لندن. امريكا ايه؟ هي صاحبه قرار. زين وامريكا امريكا ايضا يجيها اوردر من لندن انه روحوا نفذ هاي الاطلاقات الجويه اللي دا تصير بالعراق. خابروهم قالوا لهم لا تروحون لا تروحون ولا ترفضون وجود القوات. عطل الجلسه لها محورين. زين المحور الاول ايه؟ انه استهداف الحلبوسي واستئصاله من مجلس النواب بقرار المحكمه الاتحاديه. والمحور الثاني القراءة الثانية اللي هم دا يعتمدوها الطبقة السياسية السنية اللي دا يستخدمون هزوجة تواجد الحشد الشعبي
داخل المحافظات راح يعرض محافظاتنا للخطر. تمام، هاي كنا حجه، هاي حجه. هاي الموضوع حجة صدق. الموضوع اكو دوله، ايه؟ الدوله عندها اسماء، ايه؟ اللي راح يتم استهدافهم، والدوله هي الكفيله انه تمنع التواجد. شنو مجلس النواب حتى يمنع تواجد امريكي؟ اكو قائد عام للقوات المسلحه، يعني يوم القائد العام للقوات المسلحه العفو الاستهدافات اللي صارت على اربيل، ما طلع ثابت العباسي وقال احنا عندنا امكانيه ان نرد؟ طبعا القائد العام للقوات المسلحه يقدر يمنع التواجد الامريكي داخل سماء العراق، لكن هذا جزء من الاتفاقيه الامنيه اللي انفرضت على العراق من 2010 الى وقتنا هذا. طبعا فالموضوع هو ماكو ارتباطات، ماكو قرارات سياسيه بقدر ما اكو اتفاقات سابقه بتواجد الامريكان. طبعا. والامريكان ما يطلعون بقرار نيابي من العراق لو مو هسه هاي النقاشات كلها طبيعيه، بس انه انت اليوم، انا اليوم عندي ساحه مفتوحه مع الامريكان سواء بالتفاوض بالقصف كذا بتفاصيل اخرى. يطلع لي اخوي يقول لي والله تعال انت عندك، انا الحشي اريده يطلع، وانا اريد انفصل، وانا اريد كذا، وانا اريد كذا. هذا شو يسموها؟ والله الحالنا نحكي بهذا الموضوع. أه؟ هذا اللي يحكون به هم مجرد ينطون لنفسهم اسم نتداوله. هذا الموضوع ما له وجود، يعني ما لهم قيمة، ما لهم قيمة ولا يمشي كلامهم. أخذ مني طبعا، ومن هم اللي يقررون؟ هذا مو يحتاج استفتاء. شيخ عبد الله، شيخ عبد الله. نعم. هسه أنا مطلوب لك. إن شاء الله ماكو طلب بين الأخوة. علق لي على هاي القصة اللي قلتها هسه. أنا عندي منها عركة ويا الأمريكان، عندي عركة ويا ندري منو، عندي عركة ويا كذا، وأرجع التفت ألقى إخواني يريدون يفصلون، إخواني يطالبون إنه هم ما متساوين كذا كذا كذا. وين الدعم للحكومة؟ أستاذ محمد ما تزعل مني، أنا دائما كن ما تزعل مني، يعني دائما أقول الكل تعمل بالتجارة إلا ما رحم ربي. والتجارة أحيانا تكون بائسة وأحيانا تكون تجارة نظيفة، وهذا أجاز الله سبحانه وتعالى. وحتى الإعلام والشاشات لازم يجبرون الواحد، يعني هسه مثلا هل أنا سابقا يوم أسأل والله القنوات المن تابعة وشنو التوجيه الموجود؟ يعني إلا نقول مثلا الأمريكان مفاشي وادم وبنروح بالدم نسيت يا قم يا طهران. أبدا شيخ عبد الله، خليك راح أسألك سؤال. شيخ عبد الله بس اسمح لي، لا قبل أسألك الله يخليك. أولا هنا براحتك شو تريد تحكي؟ خليني أطلع حلو بصدري. شو تريد تحكي؟ والله ماكو مشكلة، عندك أنت أمام رأي عام وأنت المسؤول عن رأيك، مو أنا، أنا مجرد محاور. تفضل. تمام، محاور مجايت لحنا زايد باتجاه الا نصفق الايران، وما نقدر نصفق لا ابدا ولا ابدا إيران. ابدا والله استاذ محمد ابدا، انا اتحدث عن الامريكان ما اتحدث عن ايران هسه. اي مو طبيعي خليني اقول لك، اذا مجموعه من السنه يطلعون هسه وتحديدا محافظه الانبار ويفتحون فتحه بالساتر بيننا وبين سوريا ويبدون يدخلون تجاره ويطلعون تجاره، مجموعه سنيه عليك الله ومحمد رسول الله، شو يسوي والله المفروض الحكومه شو يسوي بهم الموجودين؟ والله المفروض الحكومه تحاسبهم حساب عسير، ايضا تعدمهم بالحدود. تمام، سجل علي يمك منفذ يبعد كيلو متر يسار منفذ القائم. قائم عليه الحشد الشعبي، ما راح اقول لا فصائل ولا يمنى ولا يسار. تدخل تجاره وتطلع تجاره، ويطلعون مرضى وتدخل مخدرات، ويطلعون سلاح ويجيبون سلاح لسوريا، بعلم السيد رئيس الوزراء ورئيس اركان الجيش العراقي ووزير الدفاع وكل امه محمد. قدمتوا لهم؟ تمام استاذي، ذبها بصح، اسم المنفذ الاسود اترك بصح. قدمتوا لهم؟ خليني اجي لك على الهيكليه. قدمتوا لهم؟ نعم. اشتكيتوا؟ اثبتوا؟ ثلاث مرات طالع بالاعلام وقايلها، ليش ما نقول نريد بعد ما مكلين اقليم تطلعون القنوات، وليش من نقول المنفذ الاسود ما حد يروح؟ هسه عندك قناه الايام وعندك مراسل، اصعد سيارتك معزز مكرم واطلع على القائم وادخل المنفذ الرئيسي، اخذ يسار المنفذ 1000 كيلو متر وطب وشوف المنفذ بعينك. تمام، هاي المفروض يجاوبوك هيئه الحشد الشعبي عن هذا الموضوع. لا المفروض يجاوبني جنابك استاذ الفاضل. والله يا اخوي ما ادري بها هاي القصه، انا شنو عقوبتهم؟ خليني اجيك على شغله ثانيه، خليني اجيك على مع في المناسبه اخوتنا وتحدى نص ساسه وقاده الشيعه وكل قاده السنه انه واحد وصل بيت علي سعد النداوي شهيد الغيره واني زرته وتشرف. وتحدى واحد من ثلاث ارباع قاده الشيعه
وكل قادة السنة أنه وصل بيت القناص أبو تحسين بالزبير، وأنا وصلتهم وسلمت عليهم وأتشرف. ولد الحشد ولدنا اللي على الأرض ولدنا، أنا أتكلم بقيادات أعلى وأوامر أعلى مثل ما تفضل ضيفك الكريم أستاذ الفاضل. من ننطي حقيقة لا حد يضوج. إذا أنطينا تهم لا، من حق الواحد يقول أوقف عند حدك، ما أسمح لك بهاي التهمة. اليوم إحنا عراقيين كنا مصير واحد. صدقني إذا انتصرت أنا عليك بالحوار فما راح ارتاح بضميري اذا علت عليك. والعكس المفروض يتحرك عندنا الضمير العراقي. واوضح لك قبل لا ينتهي وقتي، بقت لي يجوز 3 دقائق او دقيقتين، خليني انهيها وما اريد حتى مداخله اخيره. هيكله الحشد العشائري في محافظه الانبار لاجل التالي. تتهيكل حولها افواج، ما اعرف شنو، جيب بدي حتى يخلوه مني يريدوها. انطيني 2-3 واحطك امر فوج، انطيني 4 واحطك مدري وين. اصبحت هيئه الحشد 3/4 تجاره. انطيني منو اكبر واحد شيخ فالح الفياض، اذا ما يعرف خليني اقول له اني بفلوس. انطيني وانطيني. هذا قال لك ليش هسه قاعد تحكي بيه؟ ليش ما حكيت بالسابق؟ انت مؤثر. والله يا استاذ، انت علاقاتك برئيس وزراء قويه، انت جزء من الحشد، ليش الان؟ باي جزئيه؟ باي استاذ محمد؟ باي ايضا قبل شوي استاذ ازهر يقول ليش ما حكوا قبل؟ ترى هي معارضه واحد يحكيها، يجوز انتظر الدوله تحل وما حلت، انتظر الدوله، انتظر الوقت المناسب. خاف انتظر الدوله، خاف انتظر الدوله تتفاوض ويا الامريكان وقال هيك، وهذا يفسر بهالطريقه. تمام استاذ محمد. من اقول لك هسه اقول لك بهاللحظه اقول لك العراق عراقي. ولد الحشد والله اخوتنا واصدقائنا، ونزورهم للحله، ونزورهم للبصره وللزبير، ونزورهم ببغداد، ويجون ياكلون يشربون ببيوتنا كاخوه، وكنا ابناء هالبلد. نحن نتكلم عن تدخل ايراني، تدخل امريكي، تدخل تركي، هذا التدخل مو بانفراغ، بالدولار. اكو انفس ضعيفه عندي وعندك ويميني ويساري طبعاً. ويمينك ويسارك انفس ضعيفه تقبل بالمال من اجل الليالي الحمراء وعشق الحريم والنساء بالخليج وبغيره وبغيره وبغيره. استاذي الفاضل، مو ذنبي انا اليوم من اطرح موضوع يجيني شخص يقول لي ليش هسه يلا حكيت؟ ليش ما اقول اني ليش هسه يلا سالتني انت حتى اني اجاوبك اليوم يلا؟ لانه انت اثرت الموضوع الان، لانه انت اثرت الموضوع الان، موضوع الحشد، موضوع الانفصال، موضوع الاقليم، ولذلك هاي الحلقه على هذا الموضوع. اذا انا جاي احكي لك، صدقني اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، عندي جروب واتساب ويمكن يعتبر نقل للامان، لكن ان شاء الله عندي 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 واتساب موجود به السيد الحلبوسي تحديدا، ونحكي هذا الامر اليوم. قال هذا الموضوع غير صحيح، والأنبار مستقرة ولا يمكن أن نتقرب من هذا الموضوع. تمام. أقسم بالله أزهر الجويلي، لكن أكو كره من شخص، أكو كره من جهات، أكو حقد، أكو كله موجود أستاذي. لعد أنت تريد اليوم مثلا رئيس الوزراء سواء كانوا النواب الآخرين، ما كحد بظهرهم، هو من يقدر يوصل للمنصب؟ أشكرك شيخ عبد الله الجغيفي عضو تحالف الأنبار هويتنا. شكرا لك، شكرا أيضا للأستاذ أزهر الجميلي سياسي المستقبل. حتى يكون أستاذ الشيخ عبد الله موجود، إذا سمح لي بس السؤال واحد يلا فقط. يلا شيخنا تسمعني بسرعة، بس بسرعة. شيخنا أنت كنت جزء من الحشد الشعبي قبل ما تدخل الانتخابات، قبل ما تدخل سياسة، وكنت عضو بارز وعندك حماية وعندك أعضاء يمشون وياك وعندك دائرة استخبارات وأمن. ليش ما رفعت هذا تقريرك اليوم اللي رفعته سابقا إلى هيئة الحشد الشعبي مباشرة؟ حتى ما أخلق فتنة تدورها ناس بهالأيام هاي أخوي العزيز. هو أكو أسئلة ما لها داعي حتى. تمام، شكرا. تمام، شكرا لك أستاذ أزهر الجميلي سياسي المستقل. شكرا أيضا للأستاذ وراس المشهد داني الباحث في الشأن السياسي. أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.